عباد الله قريب مخدي جاتني من عند سيدنا ومن عند جاتني مريم من عند سيدنا ولا لا مريم والدوالية المسؤولين واش ما تخافوش من الله واش حتى قريب اخوتي طمعوا ليا فيها والمعاق عايش عيش الدبانة في البطانة واش البلاد الوحيد اللي كتصدق على البراني والشعب ديالها فيه الجوع كيفاش بغيتو هاد المغرب يزيد القدام والانسان المعاق ما عندوش كرامة ديالو ما عندوش حقوق ديالو كيفاش بغيتو هاد البلاد تبقى تشوفوها زوينة وسيدنا وسيدنا والله ينصرك والله ينصرك دير حل هاد البلاد دير حل هاد البلاد راه المسؤول اللي كيجي وراه تيعمروا اشكارتهم وتيعمروا فلوسهم في اوروبا وسيدنا وعايشين عيش الدبانة في البطانة يا سيدنا السلام عليكم مشاهدين أشواق معكم أشرف الليبي كما شفتوا في عدة مواقع اجتماعية جيت نوصل واحد النداء لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بغيت نقول لصاحب الجلالة بغيت نوجه له نداء وكنوجه نداء لصاحب الجلالة كنقول له باللي المسؤولين ديال هاد البلاد راه ما دايرينش ما قايمينش بالواجبات ديالهم الله ينصر سيدنا الله ينصرك سيدنا راه هاد المسؤولين ما قايمينش بالواجبات ديالهم واش شافوني 100,000 واحد اللي شافتني عبر المواقع الاجتماعيه وما قدت حتى جمعيه ولا حتى مسؤول من المسؤولين باش يتصل بيا يشوف من حالتي انا واحد الانسان اللي كنعاني من ظروف اللي صعيبه حالتي صعيبه انا عايش عندي العجز 85% فين هما هاد المسؤولين صاحب الجلاله فين هما هاد المسؤولين فين هما هاد المسؤولين فين هما هاد رؤساء الحكومه اللي كيطلعوا كي العام اللي داز كي العام اللي قبله تلاقيت بشله من مسؤول شله من وزير عطاني وعود كذيبه تيقولوا لي الحمل اللي وصل للحمل ميت يعض فيه فينا هو الرئيس البرلمان الاول السابق فينا هو رئيس البرلمان الثاني اللي عطاني وعد باش يجيبوا لي كرسي متحرك انا الان طاريح الفراش شهرين ما كنخرجش من الدار حيت ما عنديش كرسي متحرك ما عنديش كرسي باش نجلس فيه باش نخرج سيدنا الله ينصرك سيدنا شوفنا شي حل سيدنا شوفنا شي حل راه داوي الاحتياجات الخاصه الانسان المعاق راه ما كانش اللي مد له يد المساعده راه ما كاينش اللي يهضر معاه ما كاينش اللي يشوف فيه الانسان المعاق راه ما عندوش راتب شهري ما عندوش اللي يعطيه واش الانسان المعاق بدا يسعى واش في ايامات كورونا في ايامات كورونا ايامات الحجر الصحي الاولى ديال 2020 في الاول ديالها كان الانسان المعاق ما تيلقاش حتى لقمه العيش باش ياكلها كان شي خرج يبقى وحده شي خرج وحده شي خرج وحده لابيل في حده مرجان باش ياخذ باش يسعاو وقاعد يسعاو باب رحمه الله باش بنادم يلقى ما ياكل وفين هما هاد المسؤولين والمعاق عايش عيش الدبانه في البطانه واش البلاد الوحيد اللي كتصدق على البراني والشعب ديالها فيه الجوع فينكم المسؤولين فين هما هاد المسؤولين واش انا شافوني 80,000 واحد وفيديو اخر شافو 100,000 واحد ديال البشر وما قدتش حتى جمعيه ولا حتى مسؤول قد تواصل معايا باش يعطيني ها كرسي فين هما الناس اللي كتوعدنا فين هما دوك الناس اللي وعداتنا راه الوعد دين الوعد دين ليوم القيامه حسبي الله ونعم الوكيل في جميع المسؤولين راه حسبي الله ونعم الوكيل راه هادي دار العيب راه كاينه واحد الدار اللي غنطلعوا لها نار الحساب ونار العقاب فين هما المسؤولين سيدنا وسيدنا فين هما هاد المسؤولين انا راه عشت ظروف صعيبه درت اكسيدو وخديو ليا حقي وما خرجتش بها بزيرو درهم في كسيده وليت طارح الفراش حياتي تبدلات راسا على عقب وليت عايش حياتي العذاب الا ما عاونيش خويا دابا خويا ما حيلش القرايه ما حيلش القرايه وما حيلش يعاونني ما حيلش الدار الوالد ديالي متوفي
عايش عيشة صعيبة ربي اللي عالي وعالم بيها. كنجي واحد الوقيت اللي كنعيش كل مرة في الزنقة باش كنجبد لقمة العيش ديالي، راه ما كاينش اللي كيعطيني واللي يعطاك اليوم ما يعطيكش غدا. فينا هما هاد المسؤولين؟ فينا هما هاد المسؤولين؟ وزير الداخلية، الوزير الجالية المغربية اللي كان جا ليبيا، قال لي تجي للمغرب وغنديروا لك وغنفعلوا لك وغنصنعوا لك وان شاء الله غنكونوا معاك. ومنين جيت لبلادي المغرب ما لقيت، لا لقيت حتى واحد، لقيت الله سبحانه وتعالى. فينا هما هاد المسؤولين؟ فينا هما هاد المسؤولين؟ الانسان المعاق راه خصو ضحش، خصو الانسان المعاق راه خصو شهريه باش يعيش. واش الناس اللي بصحتهم، الناس اللي بصحتهم و تيشدو صالير شهري و تيقولك حنايا ما مقاديش مع الزمان، كيفاش بغيتي الانسان المعاق اللي ما عندوش قاع كيفاش بغيتو يعيش؟ واش ترضاو الانسان المعاق اللي مداوي احتياجات الخاصه يبقى في الزنقه مسكين كيسعى؟ واش تترضاو تشوفوا الانسان المعاق مسكين كيدور ما بين الشانطيات وما بين الطريطوارات وما بين الروبوانات كيسعاو؟ واش هذا ماشي عيب عليكم؟ كيفاش بغيتوا هاد المغرب يزيد القدام والانسان المعاق ما عندوش كرامة ديالو ما عندوش حقوق ديالو؟ كيفاش بغيتوا هاد البلاد تبقى تشوفوها زوينة؟ كيفاش بغيتوا تشوفوها زوينة؟ كيفاش بغيتوا الناس اللي تيشوفوا هاد الشي ديالنا؟ سيدنا كيفاش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. راه عينا ما نهضروا، عينا ما نخرجوا في عدة منابر، عدة مواقع اجتماعية، عدة قنوات، خرجت وطلبت حقوقي ولحد الآن ما كاين والو، ما كاين لي تغيير حتى في حاجة، ما زدتش خطوة لقدام. بغيت ندير العلاج، بغيت نخرج نتعالج، بغيت اللي يوقف معايا، بغيت اللي يعطيني يد المساعدة اللي يكون معايا يساعدني باش نقد حتى انا نوقف على رجليا باش ندير العلاج. 85 عندي د العجز، 85% د العجز، راه ما تنحرك لا يديا لا رجليا، راه يديا تنحركها بلا اله الا الله محمد رسول الله. والمسؤولين وديروا خدمتكم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، وديروا خدمتكم. راه دعوة مظلوم راه تخرج توصل فيكم، توصل فيكم. راه واخا ما ديروش لينا الحل، راه دعوتنا راه توصلكم، توصلكم. وديروا الحل، راه دي دار العيب، ديروا الحل معانا. وسيدنا راه كريمة، كريمة عباد الله، عباد الله كريمة. خدي جاتني من عند سيدنا ومن عند، جاتني برية من عند سيدنا ولالة مريم والدوالية المسؤولين. واش ما تخافوش من الله؟ واش حتى كريمة خوتي طمعوا ليا فيها؟ ورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. والوزارات والناس المسؤولين، واش ما كتخافوش من الله ومن عقاب الله سبحانه وتعالى؟ سنجدو بك، سنستغيثو بك، غيثنا سيدنا لا اله الا الله محمد رسول الله. راه تقارنا مع هاد المسؤولين الشفارة، هي الحمامه جات وهي كتعلي عاوتاني في السماء، وهي تصدمنا بحال شي بومه. كيفها كيف المسؤولين اللي دازو؟ راه لا اله الا الله، راه تعطونا غير الوعود الكاذبه. وفينا هما هاد المسؤولين؟ وفينا هما الناس اللي تيخافوا الله؟ واش تعمروا البنوك ديالكم؟ واش تعمروا البنوك ديالكم في سويسرا وفي اوروبا باش ملي تشدوا التقاعد ديالكم تمشيو لتما وتمشيو تزاو؟ واش في ايامات كورونا، في ايامات الحجر الصحي، نتوما باليخوت ديالكم عايشين السعاده في وسط البحار وعباد الله كتموت وتتسعى؟ ورا لا اله الا الله، وانا اقسم بالله العظيم الا صيفط لهم في الراميد وما خديت حتى شي حاجه من الراميد، حتى شي شهر ما استفدت منه. وفينا هما هاد المسؤولين؟ واش هاد المسؤولين غا اسم على مسمى في هاد البلاد وصافي؟ ورا لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. اشرف يعاني من ظروف اللي صعيبه، اشرف يعاني واحد الظروف صعيبه، يعني الحمام الا ما عاونيش خويا باش نمشي له ما كاينش اللي يعاونني ليه، يعني الا ما ساعدنيش الاخ ديالي راه ما تلقاش اللي يمد لي يد المساعده. المجتمع ديالنا حقار و تنعيش ظروف صعيبه، حتى في الزنقه ملي كنكون في الزنقه تنعاني من بزاف ديال الظروف. بنادم ملي تيشوفك مداوي احتياجات الخاصه كلي كيشوف فيك بواحد الشوفه اللي ناقصه. كاين الناس اللي كتشحن، كاينين
كاين بزاف ديال الاسباب وبزاف ديال المعاناة اللي كنعيشهم، دزت من عدة الاستغلال. شحال من واحد بغاو يستغلوني في شلة حوايج، وكيما شتوني خرجت في عدة المنابر الاجتماعية، هضرت على الاستغلال وهضرت على دوك الناس اللي اتصلوا بيا وطلبوا مني الحاجة الخايبة. واش هاد البلاد فيها الحاجة الخايبة يا سيدنا؟ واش هاد البلاد فيها الحاجة الخايبة؟ او بغيت نشوفها شي حاجة زوينة. والسيمو القناوي نار اللي خرج في فيديو هضر على حقه، هضر على حق الشعب، جاو داو الحبس، وانا يا مني ندويش على حقي وطلبت الحق ديالي، ما لقيتش حتى شي واحد من هذوك الناس اللي شافوه داو الحبس، ما لقيتش واحد يشوف فيا يديني البلاصه اللي نتعالج فيها. فين هما هاد المسؤولين؟ واش المسؤولين تيشوفوا المظلوم ملي تيقول شي يخرج كلمه الحق تيديوه يحبسوه ولا يعذبوه، وملي تيشوفوا المظلوم تيقول شي كلمه الحق باش يديوه يعالجوه؟ ما كاينش. وسيدنا وسيدنا والله ينصرك، والله ينصرك، دير حل هاد البلاد، دير حل هاد البلاد. راه المسؤول اللي كيجيو راه تيعمروا اشكارتهم وتيعمروا فلوسهم في اوروبا وسيدنا، وعايشين عيش الدبانه في البطانه يا سيدنا، وتنعيشوا ظروف صعبة يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. واش المعاق مسكين؟ كاين المعاق اللي كيعاني من خصو مستلزمات طبية، كاين اللي خصو مسكين اللي يكوش، كاين اللي مسكين تيدير الدياليز، كاين اللي مسكين عنده خصو الدواء، كاين اللي تيوصل له الدواء ديالو حتى 16,000 ريال في الشهر وما لاقاش اللي يعطيه له، وهو ما عندوش حتى درهم في الشهر، حتى درهم في الشهر ما عندوش الانسان المعاق. ماشي عيب وعار عليكم هاد الشيء، ماشي عيب وعار. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. فين هما هاد الجمعيات؟ الجمعيات اللي كتوصل لهم الكوليات ديال الحوايج والكوليات ديال الادويه وليكوشات وبزاف د الحوايج، كيشدوا داك الشيء. اقسم لكم بالله لا شت بعينيا الحوايج جداد كيعطي تيشدوهم تيعطيوهم بيناتهم، وتيجمعوا الحوايج ديال الشعب المغربي تيعطيوها للانسان المعاق. ماشي حشومه عليكم الجمعيات هاد الشيء؟ واش ماشي حشومه عليكم؟ واش محشومات عليكم؟ واش كرسي متحرك انسان المعاق ما توفروش ليه حتى كرسي متحرك؟ ما توفروش ليه حتى العكاز؟ الانسان واش هذا ما عندوش حق؟ واش الانسان المعاق واش خصو ضروري يخرج بحال هكا يطلب باش نتوما تحنوا فيه؟ واش الانسان المعاق ما يمكنلوش يعيش في هاد البلاد بكرامه ديالو؟ وباش زايده علينا اوروبا عباد الله، باش زايده علينا اوروبا. واش اوروبا زايدة علينا اللي موفرة الانسان المعاق كل الحقوق ديالو؟ فين هما هاد حقوق الانسان؟ فين هما هاد حقوق المعاق؟ فين هما هاد الديوان المظالم؟ فين هما هاد الناس المسؤولين؟ فين هي هاد وزارة الصحة؟ فين هي وزارة الحقوق الانسان المعاق؟ فين هما هاد الوزارات؟ ولا غير اسم على مسمى. واش في التلفازات كتبقاو تبينوا هاد الشيء وتقولوا راه كنديروا كنفعلوا، نتوما ما كديروا والو؟ واش السبيطارات؟ شي السبيطار الانسان المعاق وصل للسبيطار تطلبوا منه الراميد وتطلبوا تيديروا الوراق وتقولوا له دير وسير جيب هاد الورقه، جيب هاد الورقه، وشي مسكين تيجمع هاد الوراق وما تديروا له والو. وفينكم المسؤولين؟ فين هما؟ فين هما هاد المسؤولين؟ فين هما المسؤولين؟ والله ينصرك يا سيدنا وينصر الاسره العلويه، ديرنا شي حل، احنا طامعين وراغبين فيك يا سيدنا. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه تقهرنا في هاد البلاد، راه تقهرنا، تقهرنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا راه ما بقيتش قاد نصبر، راه للصبر حدود، للصبر حدود. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.